صباح الخير. موضوعنا النهارده هو Periodontal Aspects of Fixed Prosthodontics. الليكتشر دي هتبقى على 2 بارتس. النهارده هنتكلم في الجزء الأول على ناخد فكرة كده على النورمال الأناتومي بتاع التيشوز الموجودة عندي حوالين التوس والبريدونتال ليجمنتس وال ايه الفاكتورز اللي ممكن تأثر لي من الريستوريشن على الهيلث اوف ذا بريدونشي. خلينا الأول نراجع شوية كده نبقى عارفين الأناتومي اللي كنا واخدينه في البيريو، بس علشان نبقى عارفين احنا بنتكلم على بيز واضحة. أنا عندي اللايننج بتاعت الأورال كافيتي بتكون من 3 أنواع من الميوكوزا. في عندي الماستيكاتري ميوكوزا أو اللي بنسميها الكريتينايزد ميوكوزا، ودي كفرنج الجنجفا والهارت بالت، أو اللايننج ميوكوزا ودي كفرنج الليب والتشيكس والفيستيبيول وفلور اوف ذا ماوث والسوفت باليت، والسبيشاليزد ميوكوزا او السنسري ودي اللي بتكون زي كفرنج دورسم اوف ذا تانج واللي فيها والتيست بادز. تشوف الصوره كده مع بعض اهي. يبقى الماستيكاتري ميوكوزا ريليتد للجينجفا وللهارت باليت، السبيشاليزد ميوكوزا ريليتد للدورسم اوف ذا تانج، واللايننج ميوكوزا للفيستيبيول فلور اوف ذا ماوث لللبس والتشيكس. البريدونشيم لما نيجي نتكلم عنه بنقول ان هو عباره عن كونكتيف تيشو ستراكشر اتاتشد للبريوستيم بتاع الماندبل والماكزيلا، وهلاقي ان التيشوز بتاعت البريدونشيم بتاعتي بتتضمن الجينجفا والسيمانتوم والبريدونتال ليجمنت والالفلر بون، يعني الاربعه دول مع بعض هم اللي بيعملوا لي واتس نون از البريدونشيم. لما نيجي نتكلم على الجينجفا في الاول بلاقي ان انا عندي في ثلاث اجزاء من الجينجفا، في فري او المارجنال جينجفا وفي الاتاتش جينجفا والانتردنتال بابيلا. الفري او المارجنال جينجفا اللي هي من عند التوب اوف ذا سالكس لغايه الدبس اوف ذا سالكس، وفي عندي الاتاتش جينجفا دي بتكون اكستندنج من الدبس اوف ذا سالكس لغايه الميوكو جينجفال جانكشن. الانتردنتال بابيلا هي السكالبت التيشوز اللي موجوده ما بين التيس في البروكسيمال بين البروكسيمال سيرفيسز بتاعتها. نورمال جينجفال تيشوز لازم تكون بينك و ستابلد، يعني عامله لي السكالوبينج اللي احنا شايفينه ده نورمال بينك وستابلد. طب نراجع كده مع بعض برضو حاجه كنا اخدناها قبل كده اسمها البيولوجيكال ويدث. ايه هو البيولوجيكال ويدث؟ قال لك ان احنا عرفنا ان في عندي الجينجفال سالكس الدبس بتاعه نورمالي بيكون من 1 ل 2 مليمتر. تحت الدبس بتاع الجينجفال سيركس دي في عندي ابيثيليال اتاتشمنت عباره عن 1 مللي وكونكتيف تيشو اراوند 1 مليمتر. السم بتاع الاثنين دول مع بعض هو اللي بيعمل لي البيولوجيكال واتس، يعني 2 مليمتر من البيز اوف ذا سيركس. او نقدر نقول ان هي البيولوجيكال واتس هو 2 مليمتر above the crest of الالفلر bone. يعني يا اما اقول ان هي البيولوجيك واتس الحته اللي فوق الكريست اوف ذا الفلر بون ب 2 ملم، او 2 ملم ابيكال تو ذا بيس اوف ذا سالكس. شوف كده مع بعض اهي الصوره بتبين لي ان السالكس الدبس بتاعه اراوند من 1 ل 2، لكن الاريا اللي بعديه اللي هي فيها الابيثيليال اتاتشمنت اللي هي لقوا ان الميجرمنتس بتاعتها فاري من 0.97 to 1، والاريا الثانيه اللي هي كونكتيف تيشو اللي هي 1.07، لما بجمعهم مع بعض دول اولموست 2.04، يعني 2 ملم. هم دول البيولوجيك ويدث اللي انا مش المفروض اعمل له اي فايليشن، يعني ما اعملش اي اكستنشن
للمارجنز بتاعتي في الاريا دي. ليه؟ لان دي سيلف كلينسبل اريا، فيها نورمال بكتيريا انهابيتنت موجوده، ولكن هي كامه ملهاش دعوه لان هي سيلف كلينسبل اريا، مفيش اي انفلاميشن ولا اريتيشن موجود في الاريا دي. طيب نيجي نشوف بقى البريدونتال ليجمنتس بتاعتي. لقيت ان هو البريدونتال ليجمنت بيبقى كومبوز من كولاجين فايبرز اللي هي الشاربيز فايبرز، ودي بتبقى موجوده في باندلز. الباندلز دي اتاتشد للسمنتم اوف ذا توس، وبتعمل اتاتشمنت من السمنتم لغايه الالفلر بون اوف ذا جو، وبتديني الاتاتشمنت والسبورت. عندي كام نوع من انواع الليجمنتس دي؟ 6 انواع. هنبص كده الاقي عندي الالفلر كريست فايبرز، ودي اللي هي اكستندنج من الالفلر كريست للسيمنتم اوف ذا توس. وفي الترانسبتال فايبرز، دي بتبقى اكستندنج من السيمنتم اوف ذا توس للسيمنتم اوف ذا ادجيسنت توس اللي جنبيها. وهوريزونتال فايبرز، ودي بتكون موجوده هوريزونتالي اكستندنج من الالفلر كريست او السيرفايكال بارت من الروت السيمنتم بتاعي. والانترراديكولر فايبرز، دي موجوده في الانترراديكولر في الفوركيشن اريا. والاوبليك فايبرز، دي بتاخد كل الطول بتاع الروت بعد كده اكستندنج along تقريبا من بعد السيرفايكال لغايه الابيكال. واخر حاجه الابيكال فايبرز، ودي الموجوده عند الابيكس. هدف منهم وجودهم للاتاتشمنت، بيربطوا السن، يعملوا له سبورت في الجو بونز. طيب البريدونتال ديزيز لازم يبقى ريكوجنايزد دايجنوزد وتريتد. يعني الاول دايجنوزد وريكوجنايزد ايه السيفيريتي بتاعته وتريتد بيفور الفيكس بروستودونتيك وورك. لان انا مثلا عندي الليفلز بتاعت الجينجيفال تيشوز ممكن اعملها ديترمينيشن فيها، هي اشوف بالبروبر مارجن بليسمنت والافابكس والجينجيفال ديسبليسمنت. يعني انا هحكم على الجينجيفال تيشو ليفلز بين شكلها افابكس بتاعتها كويسه ان ريليشن للمارجن بليسمنت اللي انا عاملاه، ومفيش عندي الجينجيفال ديسبليسمنت. وده هحكم ازاي؟ زي ما احنا شايفين ان انا عندي في ستيجز للبريدونتايتس او البريدونتال ديزيز، رينجينج من زي ما احنا شايفين اللي على الشمال خالص تحت ده الهيلثي جامز، وبعدين ابتدت يبقى فيه شويه جينجفايتس بسيطه، لان ابتدى بقى فيه بريدونتايتس وبقى فيه ريسيشن لبون ريزوربشن كتير في الادفانسد بيرودونتايتس. يبقى ده must be recognized وتريتد قبل ما ابتدي اعمل الريستوريشن بتاعتي، لان ده هيأفكت بعد كده الفاينل ريزلت بتاعت الريستوريشن اللي انا حاجة. طب ايه الايتيولوجي بتاع البيرودونتال ديزيزز؟ هلاقي عندي السبب بتاعهم ان بيكون في فود ديبريز موجوده، والفود ديبريز دي بيتسبب منها ان في بلاك يبتدي يتكون وكالكلس والاكوايرد بيليكل، وبالتالي يبتدي عندي الانفلاميشن تو ستارت وتعمل لي بقى المشاكل. طب عايز اعمل اكزامينشن دايجنوزس وتريتمنت بلاننج للبيرودونتال ديزيز، هعملها ازاي؟ قبل الفابريكيشن زي ما قلنا of the fixed prosthodontics، هلاقي ان عندي في examination different examinations. ان عندي اول حاجة probing depth، في عندي bleeding upon probing، في كمان clinical attachment level، في radiographic evidence of bone loss، والpresence او absence of signs and symptoms. تعالوا نشوف كده البروبينج دابس. انا بجيب البريدونتال بروب وببتدي بحطه في السالكس وبقيس الدبس. النورمال عندي ان الاقي ان الدبس اوف ذا سالكس من 1-3 ملي، ده هيلسي جامز. زادت بقت 4 يبقى هنا في جنجفايتس. مور ذان ذات من 5-9 ده من مودريت تو سيفير بريدونتايتس. طيب البليدنج upon probing برضو، ان انا ما اجي احط البروب الاقي ان بيحصل عنده بليدنج تندنسي عالي، ابدا معناه ان في جينجيفال او بريدونتال ديزيز موجوده، ان التيشوز دي ار نوت هيلثي، لان النورمال هيلثي تيشوز هي بينك وستابلد وما بتعمليش اي بليدنج ولا اوزنج لاي سبستنس.
نيجي بقى الكلينيكال اتاتشمنت ليفل، دي برضو تالت اسسمنت بستخدمها، بلاقي ان هي دي مور اكيوريت عن البروبنج دبس. ليه؟ لان هي بيبقى لها فيكسد بوينت بقيس منها كل مره. كويس، يعني انا بقيس من السيمنت وانامل جونكشن، فدي ما بتتغيرش. بعمل تو ميجرز، بعمل جنجوال مارجن للسيمنت وانام جونكشن والبروبينج دابس، الاثنين مع بعض بي سبورت ايتش اذر. تعالوا نشوف كده. يعني مثلا عندي هنا لما باجي اعمل في الصوره اللي على اليمين، لما عملت البروبينج دابس لقيت ان الدبس اوف ذا السالكس 3 مم which is healthy، لكن actually لو انا اخدت الميجرمنت بتاعتي من اول السمنت وانامل جونكشن لغايه الدبس اوف ذا سالكس اللي هي الكلينيكال اتاتشمنت ليفل، لقيت ان هي 6 مم which is دي داخله في المودريت تو بيريدونتايتس السيفير بيريدونتايتس. تمام، يبقى الاثنين بي سبورت ايتش اذر، ما ينفعش. والمور اكيوريت هي كلينيكال اتاتشمنت ليفل. ليه؟ لان ليها فيكس بوينت بقيس منها كل مره. نيجي بقى نشوف الراديوجرافيك ايفيدنس اوف بون لوس اللي هي رابع اسسمنت للبيريدونتال ديزيز. هشوف عندي ان بالاكس راي في من الشمال كده الهيلثي تيس والجامز بلاقي البون موجود عامل سبورت عادي. جنجفايتس ممكن يبقى فيه ساينز اوف شويه بون ريزوربشن، ممكن لا خالص، يعني تبقى بس في التيشوز. لما ابتدي ايرلي بيريدونتايتس هلاقي عندي هوريزونتال بون لوس. كل ما هبتدي مودريت او ادفانس بيريدونتايتس هلاقي مش هوريزونتال بس، هوريزونتال وفيرتيكال بون لوس. طيب يبقى البيشنت هنا عندي ايذر هيكون عنده healthy periodontal status او compromised periodontal status. لو انا البيشنت جه عندي وعنده healthy periodontal status، يبقى الجول بتاعي هو ان انا to maintain and preserve this status. ازاي؟ بان انا اعمل insert restoration اللي مش هتعمل لي provoke ولا insult the attachment apparatus، لكن هتخليه في good conditions. طيب ولو هو periodontally compromised، لا، في الحالة دي لازم الأول أبتدي نعمل to diagnose and treat the condition، بعد كده arrest the progress بتاع condition، وبعدين أديله ريجيم يمشي عليه to restrict oral hygiene measures followed بأن أنا أعمل له insertion restoration اللي هتعمل لي preserve لل attachment of the abutment في healthy conditions. يبقى مش دايما بدخل ان انا هعمل الفيكسد ورك بتاعي، لا، يبقى لما هو كومبرومايزد ادياجنوز واتريت وبعدين اعمل ارست للبروجرس بتاع الديزيز، ابتدي اديله ريجيم يمشي عليه علشان يعمل اورال هايجين ميجرز. وانس اللي لقيته ان هو فولوينج ريجيم ده والكونديشنز بقت احسن و سبتت، ابتدي افكر في الانسرشن اوف ذا ريستوريشن اللي مش تعمل لي اي فايليشن للاتاتشمنت ابريتس. طيب الافكت بقى بتاع ريستوريشن على البريدونشيوم ايه هو؟ مهم قوي اعرف ان في امبورتنت ديزاين فيتشرز في الديفرنت سيرفيسز بتاعت فيكست بروثيسز بتاعتي ممكن تعمل لي انفلونس دايركتلي او اندايركتلي على البريدونتال هيلث بتاعت السراوندينج تيشوز. زي مين؟ زي الاكزيال كراون كونتور والاوكلوزال مورفولوجي، الكراون مارجن والبونتك ديزاين ونفس الاباتمنتس بتاعتي. يبقى انا لما هاجي ايفالويت الايفكت بتاع الريستوريشن بتاعتي على البريدونشيوم هاخد بالي ان دي الفاكتورز اللي ممكن تاثر لي ليتر اون على الهيلث اوف السراوندنج بريدونتال تيشوز. نتكلم اول حاجه على الاكزيال كراون كونتور. الاكزيال كراون كونتور بيبقى ريليتد لبروكسيمال كونتاكت وامبريجرز وفيشل ولينجوال سيرفيسز والامرجنس بروفايل. يعني لما اتكلم على الاكزيال وول بتاعت الكراون بتاعتي لازم ابص على الاربع نقاط دي. اول حاجه هنتكلم عنها هي البروكسيمال كونتاكت، فبقول it must be more than just a point occlusus gingival، لكن في نفس الوقت must not extend cervically عشان ما تعمليش encroachment للجنجيفال امبريجر. يعني لما نبص كده
هي الكونتاكتس عندي، احنا كنا عارفين من زمان من ايام الدنتيشن ان الكونتاكت عندي كل ما برجع بوستيريلي بتنزل الليفل بتاعها، يعني هي مور انسايز اللي في الانتيريور تيث، حتى في الانتيريور تيث بين السنترالز تبقى مور انسايزلي، بين السنترال واللاترال هلاقيها اعلى شويه، بين اللاترال والكناين تعلى اكتر، وكل ما برجع بوستيريلي بلاقيها بتعلى. بتعلى بمعنى ايه؟ انا بتكلم على الابر، يبقى معناها ان هي بتنزل مور سيرفايكل. تمام، دي حاجة لازم ناخد بالنا منها. واخد بالي كمان ان انا نتيجة لوجود الكونتاكت دي بيحصل عندي، نتيجة لوجود الكونتاكت بين التيت، ان بقى في عندي الانسايزل امبريجرز اللي هي موجودة في الانسايزل اريا بين الادجسنت تيث في الانتيريور، واوكلوزال امبريجرز اللي موجوده برضو اوكلوزالي نتيجه للكونتاكت اريا اللي عليها النقط الحمراء في البستيرتيز، وموجود عندي ليهم كلهم انتيريور او بستيريور في جينجفال امبريجر. طيب تعالوا بقى نتكلم على البروبر كونتاكت ارياز. انا عايزه الكونتاكت اريا بتاعتي اللوكيشن بتاعها، السايز، التايتنس، لازم يبقى زي الناتشورال تيز بالظبط، بحيث ان انا بحط كران زي ما انا حطيته كده يبقى ان جود ريليشن للادجيسنت تيز، لا هو قاعد في وسطيهم زانقهم ولا هو في وسطيهم بعيد عنهم خالص. يبقى انا عايزه بروبر سايز ولوكيشن و تايتنس للبروكسيمال كونتاكت دي. طب انا هختبرها ازاي؟ هختبرها بالدنتال فلوس. لما هاجي ادخل الدنتال فلوس لازم تعمل كليكينج ساوند وهي داخله، يعني بتعدي في ريزيستنس لكن بتعدي وتطلع تاني، ما يحصلهاش تيرنج للفلوس دي، يبقى انا عامله كده بروبر كونتاكت. طب ومن الاول، من الاول وانا بعمل سيتنج للريستوريشن على البريبيرد اباتمنت، لو انا بحطها بفورس جامده قوي وبزنق بين السنان وبعضيها يبقى معناها ان انا عندي تايت كونتاكت. طب وايه مشكله التايت كونتاكت او النارو كونتاكت؟ يعني تايت يبقى معناها اتس ا فيري وايد بروكسيمال كونتاكت. اللي هيحصل ان نتيجه لان هي تايت وان هي محشوره بين الادجيسنت تيث، مع الوقت هيبتدي يحصل عندي سبيسنج، فهتبقى بعد كده open contact. طيب ال tight contact دي زي ما احنا شايفين اهي، لو حصل resistance لدخول الفلوس يبقى انا عندي tight contact. طب وايه ال side effect بتاعت ال tight contact غير ان هي تعمل لي forces زي ال orthodontic forces وتعمل لي spacing later on؟ كمان معنى ان هي tight يبقى ممكن تكون tight نتيجة لان ال contact دي very wide، مفيش مكان انا سايباه للجينجوال انتردنتال تيشوز، وبالتالي هتبقى ملهاش مكان فابتدي يحصل لها ريسيرش. تمام، الاوبن كونتاكت بقى دي بتكون زي ما احنا شايفين هنا ان الاقي في كونتاكت اهو مع البوستيريور تيس لكن انتيريورلي مفتوح. طب ودي عيبها ايه؟ عيبها طبعا انها تعمل لي جينجوال انفلاميشن نتيجه للفود امباكشن. طب نيجي للامبريجر، ده تاني حاجة. الامبريجر زي ما احنا شايفين، احنا قلنا ان الكونتاكت نتيجة لوجود الكونتاكت بين الاسنان مع بعضيها، السبيسز اللي فوقيها واللي تحتيها، الترانجلر سبيسز اللي تحت واللي متشقلبة قصادها فوق، دي اسمها either incisal occlusal embrasures او اللي ناحية الجينجفا اسمها جينجفال امبريجرز. هما لما احب اعرفهم اقول ان هما are spaces that widen out from the proximal contact they serve the following. بيعملوا لي ايه بقى؟ دورهم الاول ان هم protect gingiva من الفود impaction، وبيعملوا مساج للجينجفا نتيجه للديفليكشن اوف الفود ده، و provide spillway للفود during الماستيكيشن. يبقى وجودهم مهم جدا علشان يحصل عندي مساجنج ويمنع الفود امباكشن، وكمان ريليف الاوكلوزر فورسز لما يبقى في اكل ناشف او شديد شويه، ريزيستنت فود از تشود. في الهيلثي اورال تيشوز الاقي السبيسز دي بتكون فيلد ويز تيشوز، يعني بالجينجفال تيشوز، ده النورمال الطبيعي. وبرضه لما ابص عليهم من اوكلوزال فيوز هلاقي ان انا عندي الامبريجرز دي مش بس موجوده من الباكل او الليبل سيرفيس، لا زيها في اللينجوال سيرفيس. طيب هلاقي بقى السيرفايكال امبريجر لما اجي اتكلم عليه، تعال نشوف الدايجرامز اللي مرسومه قدامي، ادي A
وبي وسي، تفتكروا مين فيهم هو اصح امبريجر؟ احنا قلنا الامبريجر وايدند اوت من الكونتاكت، يعني بيطلع لي من الكونتاكت بين التيث. لما هبص كده هلاقي ان ايه هو الصح، لان في نورمال كونتاكت، لكن بي وسي دول فيهم غلط. ايه الغلط اللي فيهم؟ في بي عندي في وايد كونتاكت، يعني الكونتاكت على اريا كبيره قوي، فدي تايت كونتاكت، والسي فيري نارو كونتاكت، فمعناها ان ما عنديش كونتاكت بين التيس الا في بوينت صغيره. انا عايزه النورمال لوك دي، اللي هي ان في كونتاكت بين التيث، وان الكونتاكت اريا دي كل ما برجع بوستيريلي بتعلى. طيب نشوف بقى النارو سيرفايكال امبريجر ايه مشكلته. نارو سيرفايكال امبريجر يعني عندي وايد بروكسيمال كونتاكت، يعني تايت كونتاكت، يعني ما فيش سبيس للانتر دنتال بابيلا زي ما احنا شايفين ان هي تدخل فيها وتبقى في نورمال لوك، وبالتالي يبتدي يحصل لها انفلاميشن، وتبتدي يحصل لها سوالن، وبعد كده تبتدي يحصل لها ريسيشن. طيب الوايد سيرفايكال امبريجر يعني الامبريجر بقى واسع قوي، معنى كده ان الكونتاكت عندي بقت فيري نارو بروكسيمال كونتاكت، هيطلع عندي نتيجه ليها يبقى في البلاك تريانجل، ويحصل فود اكيوميليشن بالشكل اللي احنا شايفينه ده. نيجي نتكلم بقى على الباكل واللينج والامبريجر. زي ما احنا اتكلمنا على السيرفايكال امبريجر، تعال نشوف ايه الباكل واللينج والامبريجر. يعني انا عندي امبريجرز موجوده زي ما قلت من ناحيه البكل ومن ناحيه اللينجوال. لو هم فيري برود هلاقي يعملوا امبانجمنت للفيشل واللينجوال بابيلا، وهيعملوا لي جينجوال انفلاميشن. ولو هم تو نارو زي ما قلنا برضو، يعني الامبريجر ليه دايمنشنز باكولينجوالي، لازم يكون مش لا هو برود ولا هو نارو، لان لو برود هيعمل لي جينجوال انفلاميشن، ولو نارو هيعمل لي الامبريجر هيبقى كبير قوي، مش هيدين سفيشنت بروتكشن للفود امباكشن، يعني الفانكشن بتاعته ما بقتش موجوده. تعال نشوف A و B و C برضو. لما بص كده بشوف من الباكل واللينجول مين احسن امبريجر موجود عندي، هلاقي برضو A، لان هو ده النورمال امبريجر سايز اللي موجود، بعكس بي وسي. بي موجود فيها فيري وايد كونتاكت، وبالتالي امبريجر بقى فيري نارو، والسي الكونتاكت از فيري نارو كونتاكت، وبالتالي الامبريجر بقى فيري وايد. طب الفيشيال واللينجوال سيرفيسز بقى مالهم؟ الفيشيال واللينجوال سيرفيس اللي هو الكونتور بتاعي بتاع ريستوريشن لازم يبقى ان هارموني زيه زي الادجيسنت تيث، يعني ما لهاش اوفر كونتورد ولا الاقيها اندر كونتور. ات ماست بي ان ذا سيم كونتور، زي ما احنا شايفين في عندي A وB، A هي الصح لكن B دي اوفر كونتورد، ايه العيب بتاعها؟ انا النورمال كونتور بتاعي اللي موجود ده بيساعد برضو في during chewing of the food ان يحصل عندي ديفلكشن للفوت، تمام. لو انا عملت اوفر كونتورد هيحصل عندي زي الشلف بقى موجود، وبالتالي الاكل هيبقى بيتزنق عليه، ولما هيتزنق عليه هيبقى هيعمل لي انفلاميشن. ولو انا عندي اندر كونتورد زي في البي كده، هلاقي ان هيحصل عندي الفود وانا بعمل تشوينج بينزل على الجينجيفال تيشوز وهعمل لها انجوري. يبقى انا عايزه A اللي هي بتعملي ديفلكشن للفود وانا بعمل تشوينج، اوكي، وبالتالي تعمل مساجنج للجنج. الامرجنس بروفايل بقى، كنا برضو بنتكلم دايما زمان على حاجه اسمها امرجنس بروفايل، اللي هي البارت اوف ذا اكزيال كونتور اللي بتبقى اكستندنج من البيز اوف ذا جنجفال سالكس، وتعدي لغايه تعدي الفري جنجفال مارجن لغايه ما توصل للهايت اوف كونتور، وبتبقى شكلها ستريت لاين او سلايتلي دايفرجد في الجينجيفال ثيرد اوف ذا اكزيال سيرفيس. وايه الدور بتاعها؟ ات فاسيليتيت اكسس للاورال هايجين ميجرز. يبقى انا عايزه دايما الاريا اللي اكستندنج من البيز اوف ذا سالكس لغايه الهايت اوف كونتور دي تكون ستريت لاين، ستريت اور سلايتلي دايفرجد. هنا لما بيبقى عندي فلات اكزيال كونتور، دول بيبقوا مور كومباتبل مع الابثيليال تيشوز عن الوايد سيرفايكال بولجنج. ما اجي اعمل لها بولجنج يعني اعمل كونفرجنس مش ستريت لاين او دايفرجد، بيحصل ان هي ما بتبقاش كومباتبل مع التيشوز وبتبتدي تعمل لي انفلاميشن.
طيب الستريت بروفايل ده ايزلي ايفالويتد بالبريدونتال بروب. الكومن ايرور اللي بيحصل ان اعمل ريليتنج في الاكزيال كونتور هو كريشن اوف بلج او اكسسيف كونفكستي، زي ما قلنا دي هتلاد تو اكيوميليشن اوف فود دابرز وبلاك وهتعمل لي جينجيفال انفلاميشن. فعشان كده كتير قوي يقول لك خليها اندر كونتورد عن اوفر كونتورد، ولكن الحقيقه ان لا دي حلوه ولا دي حلوه، احسن حاجه ان هي تكون بروبر اكزيال كونتور عشان اخد اوبتيمال بريدونتال هيلث. زي ما احنا شايفين كده بيبقى في عندي emergence profile صحيح و proper contour. اللي بيحصل عندي زي ما احنا شايفينه straight line او slightly diverged لبره، انه اللي بيحصل عندي ان لما باجي اعمل ال brushing the teeth ال bristles of the brush بتقدر تنظف كل area موجودة عندي، بعكس لما يكون في convexity زي ما احنا شايفين كده ما تقدرش توصل ال bristles ان هي تنظف لل surfaces تحت ال bulge area اللي موجودة دي، وبالتالي يبقى في inflammation و accumulation of food ويحصل ال gingival tissue inflammation و recession و ال caries والسيكلة بتاعت البريدونتال ديزيز. نيجي بقى نتكلم عن تاني فاكتور من الايفكت بتاع ريستوريشن على البريدونشيوم هو الاوكلوزال مورفولوجي. المفروض وانا بعمل الدنتال ريستوريشن لازم الفورسز تبقى دايركتد مع في اكزل دايركشن عشان يبقى في جريتر توليرنس للبريدونشيوم للفورسز دي، وهي دايركتد مع اللونج اكسس اوف ذا توث، لان انا عندي اللاترال والهوريزونتال فورسز دي بتسبب لي بون ريزوربشن و bone deposition. انا عايزه forces تنزل مع long x يحصل لها dissipation تبقى في proper distribution of the forces. يبقى احنا عايزين forces directed مع ال axial direction مع long axis of the tooth, never to be لا laterally directed ولا horizontally directed ولا rotational forces تبقى نازله. لما نشوف بقى التروما فروم اوكلوجن بتحصل في كام ستيج او تروماتيك اوكلوجن، لانه بيحصل في 3 ستيجز. اول ستيج ان يحصل انجري، بعد كده يبتدي يحصل ريبير، وبعدين يبتدي يحصل تشينج في المورفولوجي اوف ذا بريدونشيم. هنا مثلا في الكيس دي اللي فيها ايدج تو ايدج بايت، لما شفنا البيشنت ده عنده ايدج تو ايدج فيعني في انكريز اوكلوزال فورسز. لما بصينا بقى بعد كده على الاكس راي لقينا ان عند البريمولر في وايدنج في البريدونتال ليجمنت سبيس، اللي بادي عندها الايدج تو ايدج بايت از نوتد. لما كمان اكس راي على الانتيريور تيس لقينا ان ابتدى يحصل عندي ثيكنينج في اللامنة جورا عند الارو الابيض، وفي ابتدى يحصل عندي انكريس في البريدونتال بون دينستي في عند الاروز الحمر. طيب ايه دور بقى التروماتيك اوكلوجن في الجنجفايتس والبريدونتايتس؟ هل التروماتيك اوكلوجن هي اللي بتسبب لي الجنجفايتس والبريدونتال بوكيتس؟ لقينا لا. ليه؟ لان زي ما احنا قلنا قبل كده ان في عندي تو زونز، في زون اوف اريتيشن وفي زون اوف كو ديستراكشن. الزون اوف اريتيشن دي بتبقى عند الفري جنجفال مارجن، مارجنال جنجفال، انتردنتال بابيلا، ودي اللي هي بتبقى ريليتد لحدوث الجنجفايتس او البريدونتال بوكتس. لكن وانس ان الموضوع ابتدى بقى في تروماتيك اوكلوجن افكتنج السبورتنج تيشوز، دخلنا في الزون اوف كو ديستراكشن اللي هي اكستندد مور سيرفايكلي. يعني انا لو عندي ريستوريشن فيها هاي سبوت او عندي كلاسب بتاع بارشل دنشر بورلي ديزايند هيسبب لي توث تروما، بس مش هيسبب لي بريدونتال بوكت، يعني مش هو اللي هيعمل لي البوكت. لما الانفلاميشن ده يبقى اللي هو انا عندي في اريتيشن لاي سبب موجود في الاريتيشن زون اللي هي عند الفري جنجيفال مارجن وصلت لغايه سبورتنج بريدونتال تيشوز، فيبقى معنى كده ابتدينا نوصل لموضوع مرحله الدستراكشن، فيبقى يعني هيبقى اكسجريتد اكتر في وجود بقى اوكلوزال تروما. الموضوع يبقى الانفلاميشن اللي بادي فوق بس عند الاريتيشن زون مع وجود الهاي سبوت مثلا ريستوريشن او كده ممكن يوصل الموضوع انه ينزل سيرفايكالي للزون اوف كو ديستراكشن.
يبقى كومبايند مع الانفلاميشن التروما من الاوكلوجن ساعتها ممكن تسبب لي انفرا اوسيس بوكيتس انجلر او اللي هي الكريتر لايك اوسيس ديفكتس، او ممكن يحصل كمان توس موبيليتي. طيب عندي بقى كم نوع من الاوكلوزال تروماتيزم او التروماتيك اوكلوجن، هلاقي في عندي برايمري وعندي سكندري. البرايمري اوكلوزال تروماتيزم ده بيبقى فيه دامج حوالين سنه، السنه دي ليها نورمال هيلثي بريدونشيوم لكن عليها اكسسيف او نون فيسيولوجيك فورسز زي لما انا اعمل هاي سبوت ريستوريشن. اما السكندري اوكلوزال تروماتيزم فدي سنه اوريدي هي عندها unhealthy periodontium، يعني فيها reduced periodontal conditions، ومعاها بقى يجي عليها سواء normal forces أو excessive non-physiologic forces. في الحالتين هتبقى يعني دي secondary لوجود أصلا الaffection of the periodontium. شكرا.